شكرا جزيلا سعادة رئيس الوزراء جمهورية مصر العربية السيدات والسادة. من دواعي سعادتنا وفخرنا أن ننفذ هذه الزيارة بعد مرور 20 عاما من آخر زيارة تعزيزا للعلاقات الثنائية بين البلدين، وأنا على يقين أنه بداية من اليوم سوف نستمر في العمل معا للحفاظ على التماسك في العلاقة بين البلدين. لقد تناولنا بعض الموضوعات ذات أهمية بين البلدين كما ذكر سعادة رئيس الوزراء، وكذلك بين وزراؤنا من رومانيا والسادة الوزراء من جمهورية مصر العربية، التي تناولنا فيها كافة موضوعات ذات الاهتمام المشترك وكافة القدرات والإمكانيات المستقبلية لتعزيز العلاقات الثنائية. سعادة رئيس الوزراء المصري، لقد ذكرت سيادتكم بعض المجالات التي تتيح فرص التعاون والعلاقات والترابط بين البلدين، وبناء على ذلك وزيادة على حجم التجارة البالغ 1 مليار دولار، لابد أن نبحث كافة السبل لمزيد من العلاقات التجارية بين بلدينا، خاصة بعد الغزو الروسي على أوكرانيا، وكذلك أتاحت الفرصة للتعاون مع الدول الجوار لصالح كافة الدول، ولابد أن نبحث كافة السبل لتعزيز هذه العلاقات في كافة المناحي التي تؤثر على شعوبنا واقتصادنا في بلدينا. وأنا على ثقة أننا سوف نستمر في تناول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على كافة الأصعدة، وسوف نسعى إلى مزيد من التعاون لضمان تلبية كافة المتطلبات لكلا البلدين، وتحقيقا لتلبية كافة المتطلبات والكميات التي تطلبها مصر، وسوف نفعل قصارى جهدنا لتجنب الأزمة الغذائية، وسوف نرى ونسعى لكافة الفرص لتوفير كافة الاحتياجات المصرية لتعويض كافة الجوانب التي تعاني من النقص والعجز، وسوف نؤكد على قيام دولة رومانيا بدورها في تعزيز التعاون مع مصر والقارة الإفريقية. وقد اتفقنا أننا لن ندخر جهداً لتعزيز الجوانب الاقتصادية في أقرب وقت ممكن من خلال المشاورات الفنية، وسوف نستقبل في بوخارست ونستضيف المنتدى المخطط الانعقادي في هذا العام، وسوف نبحث كل الفرص لتعزيز الروابط بين مصر والدول الأوروبية لتحقيق الربط بين الدول في القارة الأفريقية وقارة أوروبا، وهي إحدى الأمور ذات الأهمية القصوى بالنسبة لنا. وكذلك تناولنا بعض الموضوعات لدعم كل من الآخر في مجال الطاقة وبناء القدرات في استغلال الهيدروجين الأخضر، وكذلك دعم بعضنا البعض في تنفيذ التحول الرقمي الحكومي وفي الإدارة الحكومية. فبالتالي
من خلال هذا المنظور وهذا السياق يمكن تعزيز العلاقات الثنائية في ظل القيادات السياسية لبلدينا، ولن ندخر جهداً لتنفيذ هذه القرارات، ولدينا الرغبة القوية في استمرار التعاون معاً في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، تأكيداً على إرادتنا لتعزيز هذه المجالات وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين. أوجه لكم بالشكر على إتاحة هذه الفرصة لتنفيذ هذه الزيارة ودعوتنا لزيارة بلدكم الكريم لنرى كيف يمكن تعزيز سبل التعاون. شكراً جزيلاً سعادتكم.